عندي حاجتين فاضلين الترايكوسكوب الايه بص بقى الترايكوسكوب ده بقى هو بقى موضه دلوقتي هو الجهاز هو جهاز واحد اسمه ديرمسكوب بس لما نشوف الجلد يبقى اسمه ديرمسكوب نشوف الشعر يبقى اسمه ترايكوسكوب بس نشوف دي حاجه مثلا انفكشن بارازايت ولا بتاع يقول لك ده حشرات يبقى انتوموسكوب اللي هي الحشرات شوف دي حاجات الانفلاماتوري يقول لك انفلاموسكوب بيحاولوا ايه يعني يكتروا الكلام مع ان هو نفس ايه هو نفس الجهاز يعني طيب بص بقى احنا هناخد ثلاث اربع خمس دقايق ست صفحات يا جماعه بتقول مره واحده والله بجد يا عارفه والله انت عارف يوم القيامه تروح كده من السجن بتاعت دي تقول دخلني النار دخلني النار حاسب هات لك محامي يقول لا انا عارف بس دخلني عشان بس عشان الدنيا زحمه وبتاع وتشوف اللي ورايا هخش النار لسه قدامكم همم يعني دخلني النار على طول على اللي انا كنت بعمله هم يحترموا ده وممكن يطلعنا على نص المدة على طول كده اللي هو فين النار على طول فين النار بس ماشي خلاص كل بقى يركز معايا الترايكوسكوب ده بقى مهم جدا دلوقتي انت معانا وبنسال حتى لو انت مثلا ايه دبلومه ولا بتاع انا هاخد دلوقتي ست صفحات اللي هم ايه جنرال كده يعني ايه بقى قصه الترايكوسكوب ما اعرفش ايه بس في كاسه كل مره هناخد بعد كده لو الترايكوسكوبك فايندنج ايه بتاعنا وقت الشرح بالتفصيل بس ده البيزك بتاعنا وناخد بالنا من حاجه السؤال بيجي ازاي السؤال في البدايه بيقول لك مثلا ايه هي الترايكوسكوبيك فايندنج في الامراض الاتيه كده اربع امراض كده الوبيشيا على الياتا على ما اعرفش ايه او في الاورام بي سي سي مع سكويت حاجات زي كده فانا عايز افهم الفكره في الاول وبعد كده ايه هطبق الكلام ده بعد كده طب عايز استهدى بالله وهنلاقي علامه سيلف عندنا شوف علامات دي سيلف ده انا محتاج لازم تبقى عارفها لازم تبقى ايه بص بقى نبدا في الاول هو اسمه ترايكوسكوب ايه تعريفه كله ده الترايكوسكوب بتاع ايه بتاع السكالب سكين اند ايه هير مع بعض فسموه ساعتها ترايكوسكوب كلمه ترايكو طبعا الترايكوسكوب او الترايكوسكوب مميزاته معروفه حاجه بسيطه جدا نون انفيزيف مش حاجه بتلمس مش محتاج جراحه ولا بتاع رابت ايزي مش كله مميزات رخيص نسبيا حاجات زي كده طيب الترايكوسكوب في منه نوعين مبدئيا في نوع بنمسكه بايدينا اللي هو موجود في المستشفيات كلنا عارفين بنمسكه بايدينا كده زي العدسه كده ده اسمه هاند هيلد من اسمه كده او زي الصوره اللي هي ناحيه الشمال كده حاجه بنمسكها بايدينا ودلوقتي بقى الدنيا اتطورت بقى ممكن توصله بكاميرا ماشي توصله بكمبيوتر توصله بفيديو يعرض ببرامج اناليسيس حاجات كتيره جدا يعني هو كانه كاميرا وهو بينقل بقى ويعرض وسوفت وير وما اعرفش ايه فيديو ترمسكوب ماشي ده مش موجود كتير طيب يبقى انا عندي حاجتين اهو دي هاند هيلد وايه؟ الهاند هيلد ده اللي انا بشتغل بيه ده اللي موجود في كل المستشفيات او معظمها يعني. طيب الهاند هيلد ده في منه نوعين، نوع اسمه بولارايت ونوع اسمه ايه؟ مش هخش التفاصيل هنا عشان ما تفرقش معانا في الشعر، هي تفرق في الاورام في الحاجات التانية. الفكره بكل بساطه كل الاجهزه دلوقتي بقت ميكس يعني الجهاز فيه زرار تدوس كده يبقى بولارايت، تدوس دوسه ثانيه يبقى نون بولارايت، عادي في الجهاز بقى فيه من زمان في نوع كده ونوع كده. هو بس دي كلمه عايزين نقولها النون بولارايز ده يعني ايه نون بولارايز؟ لو جهاز قديم قوي كان نون بولارايز او جهاز حديث انت عامله في المود بتاع مين؟ انا عايز تعرف كلمه واحده بس هو الترمسكوب بنحط على الجلد كده نلمس الجلد ونشوف ولا نشوف من بعيد؟ الست كده بتبص ازاي هنا؟ حطها لمس الجلد ولا من بعيد؟ قول انت انت شاطر قول تقولي ايه؟ ها ولا نلمس الجلد بيه؟ يعني من بعيد ما نلمسش الجلد بص بقى مساعدة لله لا مش عالي بقى النون بولارايز ما يعرفش يشوف الا لما يلمس الجلد فهمتوا؟ يعني انا لو شغال بنون بولارايز الميكروسكوب كده اهو اروح لازقه على الجلد كده حتى بيسموه كونتاكت بيسموه ايه؟ قال لك ومش كده وبس لازم تحط فلويد عشان تشوف كويس تحط ايه؟ كحول جل اي حاجه عشان تشوف كويس يبقى حد يركز معايا لو التلسكوب في المود النان لازم حاجتين لازم يبقى كونتاكت
تلاقي كده بين قوسين نون بولرايز بين قوسين كونتاكت. ولادي في حاجه ميديم، يعني ايه ميديم؟ فلويد الكحول بيجيبوا الجل بتاع السونار عشان يتحط عليه على الجل. بص بص بدون دخول في تفاصيل هقول لك مثال حلو. عارف الموضوع ده زي ايه كده عندنا احنا؟ مين شاف الميكروسكوب العدسه المينيا؟ العدسه المينيا لازم تقدر تحط نقطه زيت ولا نقطه معرفش ايه وتلاقي العدسه لابسه الشريحه وتشوف كده. دي حاجات في الاوبتكس كده لو جت فرصه ان احنا نقولها. بس انت علمت حاجه النهارده، لو نون بولرايز يبقى لازم ايه؟ يلمس الجلد ولازم ايه كمان؟ نحط ايه؟ نقطه فلويد. طب البولرايز؟ قال لك البولرايز ده عنده قدره كونتاكت ماشي ان كونتاكت ماشي. حد فاهم حاجه ولا محدش فاهم حاجه؟ يبقى انا لما ارجع اسالك السؤال تاني، هو التلسكوب منين نسبيه ايه ولا نشوف من بعيد؟ الاثنين قول له حسب المود اللي انا شغال فيه. النان بولرايز لازم المس الجلد، اما البولرايز تلمس الجلد ما تلمسش الجلد مش هيفرق. حد فاهم؟ اه طبعا طبعا ده عيب كده في الموضوع ده، ده احسن في حاجات وده وده اوحش في حاجات. في كلام كده لو جت فرصه نبقى نتكلم عنه. بس ده مش في الشعر، وانا هقول لكم ليه. الشعر مش محتاج الكلام ده. هو ده اكتر في الاورام والحاجات الانفلاماتري والكلام ده. بس مثلا لما بيقول لك البولرايز ده اعمق يوصل اعمق احسن. اما النون بولرايز يبقى احسن في حاجات السوبرفيشن. في كلام كتير كده. البولرايز ده نوع ضوء، يعني الضوء مش متشتت بسهوله، مش كده يقدر ايه؟ يخترق. اما النون بولرايز في شويه تشتت وما يقدرش يخترق عميق. كل ده مش مهمنيش ومش عايز ابعد في التفاصيل دي. خلينا بس نقول اللي انا عايز اقوله. انا قلت ايه حتى الان؟ الجهاز اسمه ده يساوي الترموسكوب بتاع ايه؟ بتاع الاسكان بتاع ايه؟ في منه كام نوع؟ بولرايز ونون بولرايز. وحسب الجهاز يا اما في ايدك يا اما متوصل بحاجات. خلاص. كل ده ما يهمنيش خالص. انا يهمني لما انا هبص كده هشوف ايه؟ او لما هو يجيب لي صوره ابص على ايه؟ صح؟ فاهمين انا بقوله؟ عشان اوصل لمين؟ للتشخيص. بص بقى نستهدف الى كده. الترايكوسكوب اللي هو التلسكوب بتاع الشعر اربع كلمات، كم كلمه؟ يعني انت هتبص على كم حاجه؟ اربع حاجات. جاب لك صوره كده، ودلوقتي على فكره بيجيبوا في امتحانات صور كده. جاب لك صوره قال لك ايه الحاله دي؟ هتبص على كم حاجه؟ تتكلم الاربع حاجات دول في الاخر تطلع بالتشخيص المطلوب. ايه الاربع حاجات دول؟ هتلاقي عليهم سيمسون اهو ومتلونين. بص الموضوع كله سيمسون. دول بقى ايه؟ يعني السيمسون بتاع السيمسون، يعني اتبع. خلاص بص بقى يا سيدي، ايه الاربع حاجات دول؟ قال لك احنا ممكن اولا نبص على الهير شاف نفسه. مش في شعر موجود في المنطقه؟ نشوف الشعر ده. مش الشعريه طالعه من الهير فوليك الاوبننج اللي هي اوستيا او اوستيام؟ نبص عليه. نبص عليه دلوقتي على الشعريه نفسها اسمها هير شاف. ببص على ايه؟ الاوبننج بتاعت الفوليك. وطبعا انت اتعلمت حاجه النهارده، لو الفوليك اللي دي موجوده يبقى انت ناقص الديفينيشن مقفوله. طبعا الديرموسكوب اقل تكبير فيه 10 ده اقل حاجه. عارف معنى كده ان انت هتشوف بقى، هتشوف اللي انت كنت شايفه كده تشوفه بقى. الفوليك اللي موجوده يبقى انت خلاص في سكه النار، مش موجوده يبقى خلاص انت سكاتريشن. وتدور بقى تلاقي الكلام. تالت حاجه قال لك بص 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 شوف البيري فوليكولار سكين. يعني مثلا انا هبص هنشوف صور كتير دلوقتي من الانفستد. يعني لو انا ببص على الجلد بتاعي ادي فتحه كده وطلع منها الشعرايه، انا شفت الشعرايه نفسها علقت عليه، شفت الفوليكل نفسها علقت عليه. قال لك شوف البيري فوليكولار سكين. البيري فوليكولار سكين ممكن يكون فيه تغيرات تشخص لك امراض، في قشره مع اللايكن، في معرفش ايه، هنقول دلوقتي. وبعدين اوعى تنسى ايه بقى رقم اربعه مكتوبه عندك؟ اوعى تنسى ايه؟ بص كل الجلد بتاعنا في بلاد فيزل. البلاد فيزل دي مهمه جدا لتشخيص الامراض. يعني مثلا اقول لك مثال بسيط جدا، البوزيشن مش كفايه ترانزكتيزا؟ انت شفت الترانزكتيزا دي بتاعت البوزيشن. اقول لك مثال بسيط خالص، البي سي سي يبقى فيها ترانزكتيزا برضه بس كبيره. انا قصدي البلاد فيزل عامل مساعد في تشخيص كل الامراض الجلديه. على فكره في الاورام هتلاقيهم بيعلقوا على البلاد فيزل. في الحاجات الانفلاماتوري زي مثلا سورايسز والاكزيما علاقه على البلاد فيزل. في الهير ديس اوردر علاقه على البلاد فيزل. يبقى انا دلوقتي هدرس بالتفصيل كام حاجه؟ انا بس بقول العميل لسه هدرسهم بالتفصيل. اي دراسه اربع حاجات، الصوره بشوفها اربع حاجات، ببص لازم اربع حاجات. ها؟
هنقول باشا الجلد اللي حوالين الفوليكل عشان هل في مرض جلدي ولا لا او ايه خصائصه. وبعدين ايه البلاد فيزل اللي موجوده في السكان وشكلها مفهوم؟ اربع بص بقى انا ده ما قلت لك من شويه احنا كل مرض هناخده اقول لك بالتفصيل المبين حصل ايه في الفيروسفير او الترايكوسفير. وخد بالك عايز اقول لك حاجه قبل ما تحفظ الكلام ده كل حاجه لها تفسير عامل زي الباثولوجي كده اصل هو مش كلام وخلاص ليه حصل كذا عشان كذا فاحنا هنفهم الكلام ده. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هتكلم كلام عام على الاربع حاجات دول وبندور على ايه والاحتمالات ايه. محدش يحفظ حاجه دلوقتي انت غصب عنك كل ما تاخد مرض هتلاقي الحاجات لحد ما تحفظها. بس اللي انا عايز اتعلمه دلوقتي مش زي ده خلاص. تعال نبدا اول حاجه. دي اول حاجه على فكرة أول حاجة هي أبسط حاجة يعني أبسط حاجة هنبص على غير شعر على فكرة أنت بعينك ما الشعر بعينك كده الشعر باين صح؟ ولو جبت عدسة مكبرة الشفت مربوط يبقى بصورة إيه؟ أكبر. هو بس ميزته في الميكروسكوب إيه؟ إن لو جبت تكبير أقوى أقدر من خلال أشوف إيه هنا بشكل واضح جدا فاهمين؟ يعني هي هنا الميكروسكوب ما هوش حاجة يعني أمل يعني بس اللي أنت مش شايفه بعينك وشايفه العدسة المكبرة هتشوفه كويس بمين؟ بالترموسكوب صح كده؟ تعالوا نشوف ايه الكومنت بقى. بص احنا بنعمل ايه؟ بنعرف ايه النورمال وبعدين نشوف ايه الابنورماليتيز المحتملة يعني. خلينا نشوف مثلا ايه النورمال. النورمال يقول لك ايه؟ ان انا الاقي الشعر بتاع الاسكالب ده بيلس ولا بيرمال؟ طبعا اصل لو كان بيلس يبقى ايه؟ ايجي ايه ايه؟ انت معانا ايهاب؟ ايوه دخلت معانا كده في الموضوع؟ اه طيب تيرمينال جير يعني ايه؟ يعني ايه بيلا سير؟ ما بتقول او خلاص ما انت يا باشا انا جاي انت شرحت لي قبل ما اجي ما انت لو كنت قلت لي كنت انا طيب قلت لك ايه من اول الشهر مش كده انا مهتم بيك يا ايهاب. بص يا ايهاب الشعرايه السوداء الغامقه دي اسمها تيرمينال. في شعر خفيف ما يبانش كده اسمه ايه؟ بيلس. دي مثلا موجود هنا كده ولا بتاع. في مرض اسمه اندوجينيتك الوبيشيا معروف ده. الاندوجينيتك الوبيشيا التيرمينال يتحول لايه؟ بص انا حماده ده نورمال المفروض الشعر بتاع الاسكالب ماله؟ ولو في شويه بيلس حاجه خفيفه كده 10% 5% حاجه بسيطه جدا. طب انا جيت رحت باصص هنا على فكره انا بعيني باين انه بيلس بالعدسه باين انه بيلس بس الترموسكوب بقى ما شاء الله هتشوف البيلس هيبان يكبر. لو انا لقيت البيلس زاد يبقى ده حاجه اسمها اندوجينيتك الوبيشيا مفهوم؟ مش كده وبس الشعر بتاع البني ادم الواحد المفروض ترمينال صح؟ او الغالبيه العظمى ايه؟ ويكون حاجه يقول لك ايه؟ يونيفورم سيكنس يعني ايه؟ بس ده شعره نت تخين يبقى كلهم بنفس التخن تقريبا. في ناس مثلا الشعر بتاعها ناعم يبقى كلهم بنفس الدرجه برضه. عارفين المرض اللي اسمه اندوجينيتك الوبيشيا احنا قلنا الشعرايه التخينه الترمينال تتحول ايه؟ بس خد بالك مش بتتحول في يوم وليله. وبعدين المرض ايه؟ عارف معنى كده ايه؟ عيان الاندوجينيتك الوبيشيا زينا كده تلاقي فيه شعرايه تخينه 100% دي لسه ما اتاثرتش وتلاقي شعرايه اتاثرت خفيف 90% ولحد ما توصل لشعرايه 10% اللي هي خلاص الدنيا فاضيه خالص. فاهمين الكلام ده؟ عارف ده بيسموه ايه؟ بيسموه كلمه كده اجنبي هاخدها يقول لك يا شا الديامتر دايفرسيتي. كلمه دايفرسيتي يعني ايه؟ يعني تنوع يعني مش كلهم حاجه واحده ده الكبير والصغير والتخين والرفيع. اول ما تشوف ده تشخص ايه على طول؟ يبقى الله يرضى عليك انا هتعلم ايه؟ وانا ببص على الشافت عارف ايه النورمال صح؟ ايه النورمال؟ انه يبقى تيرمينال بنسبه فوق 90% وان يبقى كله نفس ايه؟ السكنس وان مفيش مثلا تنايات ولا كسر ولا اي حاجه صح كده؟ طب اي حاجه بعيده عن دي تبقى ايه؟ انا مثلا اقول لك مثال لو الفيلاس كتر يبقى ده عنده جينيتيك الوبيشيا. طب الديامتر مش مظبوط اللي تخين مع الرفيع فاهمين انا بقول؟ بص بقى انا عاملها كيف المربع كاتب النورمال فوق وكاتبه بالبولت وعايزك تحفظه يعني ده النورمال سك والفيلاس قليل وكلهم شبه بعض. جيت انا تحت بقى عملت عامله منيله ب 60 ميله بقى جبت لك ابنورماليتي اللي بتحصل فين. اوعى تحفظ الكلام ده دلوقتي الكلام ده بعد ما تخلص الكتاب خالص
تيجي تقرا مرة تانية بس نقرا مرة أولى تيجي تقرا مرة تانية في نفسك أنت لقى بتلاقي يعني أنت لقى سيرة دلوقتي لو أنا قلت لك هتقعد تتوه مين فأنا مش أنا بس قلت لك مثال ملموس اللي هو مين أنت متوقع في الأندريتك ألوبيشن من الفيلا سيكبر كلام لوجي متوقع في الأندريتك ألوبيشن تلاقي الشعر مش كله زي بعضه تلاقي التخين واللي نص نص واللي مضيع خالص فبيسموه هما بالهيروليف يقول لك ايه هير شافت كلام اجنبي عشان تتخض هير شافت دايمتر دايفرسيتي اند مش كلام كده فاهمين يلا ناخد ايه بقى ايه العنصر الثاني مين فاكر؟ بشوف الاوبنج صح؟ ايه هي الاوبنج؟ اللي هي الفتحه اللي طالع منها الشعر حلو؟ ممكن نصر بصير هنا عنبوش هتبص ولا مش هتبص يا عنبوشي؟ بص بص ادي الشعرايه طالعه كده اللي انت بصيت عليها ولقيتها تيرمينال صح؟ ولقيت الدايمتر بتاعها ماله متجانس وكل حاجه تمام هتبقى طالعه من هنا طالعه من هنا وما انا ابص على الفتحه دي في الاول. هي حاجه من الاثنين هي موجوده هنا مش موجوده صح كده؟ الكلمه دي مهمه اصلها لو موجوده لو موجوده انت موجوده ولا مش موجوده؟ بص بص لو لقيتها موجوده يبقى انت نانسي كاتريشيا الالوبيشيا صح؟ اندروجينيتك موجوده بس بدري زي ما كنت قلت لكم زمان بعد عمر طويل انا وحشات قديده لما تلاقي الدنيا دي فيه صحراء جرداء كده تلاقي جمل ماشي كده جمل صغير ما هو ده على قد الاسكان حاجه صغيره كده يحصل تقفل خالص تخف 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 تقفل تماما وتبقى متليفه وخلاص تمام ولا مش تمام؟ تجيب انت مهنتين كده تقعد تمسح فيها في العالم كده خلاص؟ كله بقى يركز معايا انا بشوف الفوليك موجوده يبقى احنا ايه نون سيكاتريشي مش موجوده تبقى انت ايه خلاص قول له طب استنى استنى لما تبقى سيكاتريشي تبقى متليفه انا بدل ما الاقي فتحه كده الاقي فايبرس تيشو لونه ابيض نقط 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 اتقلبت صح طب لو هي موجوده بس انا عندي الوبيشيا يعني شعرايا ايه وقعت يعني شعرايا وقعت بس هي فاضيه طب هي هتبقى فاضيه ولا تبقى مليانه حاجه هو ده السؤال بقى بص بص تعالى انا افهمك حاجه بسيطه جدا بسيطه جدا تعالى نتخيل مثلا مثلا ان مين هيبص لي هنا هاخد مرض سهل اسمه الوبيشيا ايه؟ مين عارف كلمه عن الوبيشيا يا رجاله؟ ده مرض جزء ايه؟ حصل رد فعل مناعي ضد مين؟ ضد الفوليكل ومين اللي حصل يا دكتور؟ كل الفوليكل دي بطلت تطلع شعر وبقت فاضيه فالواد جالك بحته دي فاضيه خالص صح؟ الفوليكل موجوده ما اتدمرتش بس ما فيهاش شعرايه صح؟ بقت فاضيه. قول طب لما تبقى فاضيه هتتملي بايه؟ هقول لك انا فكرت اول محاضره مش في سبيشال جلاند بتفتح في الفوليكل بتحط سيبم. السيبم ده كان بيطلع مع الشعرايه يلمعها كده صح؟ طب حاجه ثانيه مش الانفانديبولم بتاع الفوليكل قلنا عامل زي الجلد بالظبط في كيلاتين. الكيلاتين ده والسيبم ده كانت الشعرايه السلك دي بتاخده معاها بره صح؟ كان بيتزحلق عليها ويطلع بره وده اللي يخلي شعرك ماله؟ يلا بقى اليوم المفتوح وكل حاجه يطلع تلاقي السيبم عليها والكيلاتين عليها عشان كده انت لو قعدت مثلا ست شهور كده بتذاكر في قبل الامتحان ومسلت الشعر يخش عليك الاوضه يا ابني ايه ده؟ لا شعرك ايه بقى؟ جمع السيبم كله مع الكيلاتين الميت تلاقي بس حاجات ماشيه ما فيهاش حاجه مفهومه ولا مش مفهومه؟ استناني بقى نرجع للموضوع اللي انا بقول ده في الالوبيشيا الرياضه يا علا مفيش شعرايه بس الفوليك مالها فتبدا تجمع ايه؟ تجمع السيبم وتجمع ايه؟ الكيلاتين اللي هو كان المفروض يطلع بدل ما فيش شعرايه بتطلعها فيبدا يتجمع يتجمع فتلاقي الفوليك بقت مليانه سيبم لونه اصفر كيلاتين لونه اصفر فتلاقي بتاع التراكوسكوب يقول لك ايه؟ يلو دوتس تبص على السكالب السكالب فاضي ليه فاضي؟ الوبيشيا الفوليكل موجوده لانها ايه؟ مانسكاتريشيا بس لونها اصفر 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 فتلاقي الدكتور يقول لك ايه؟ يلو دوتس ايه بقى يلو دوتس؟ حد فيهم حاجه؟ الفوليكل الفاضيه جمعت السيبم وجمعت الكيراتين فخدت لون اصفر مفهوم؟ طبعا في امثله كتيره جدا بس ده مجرد مثال فانا عايز اقول لك كلمه تحطها في ايه حلقه في ودنك كده في الترايكوسكوب بدل ما يقولوا فوليكولار اوبننج بيستخدموا كلمه جديده اسمها دوتس لانها نوع وقعدوا يقول لك يلو دوتس في ايه بقى يلو دوتس؟ قول له بص يلو دوتس ده
اي حاجه تخلي الشعريه فاضيه صح ولا صح؟ زي ايه كده او الفرق يعني فاضي زي الروبيشيا ايه ده انت عارف عند الجينيتيك الروبيشيا فيها يونودوتس كله تبليه بس يا دوب كل الشعريه بتخف قوي تبقى رفيعه هنا بقى حصل خلل في التناسب الشعريه تخينا كان ايه مفيش فرصه للسيبر انه ايه اللي هي ماليه المكان صح والسيبر بيتزحلق عليه طب هي عماله ايه تخف فمن دي يا سبيس لمين فتلاقي السيبر يتجمع برده فتلاقي الشعريه خفيفه وحواليها نقطه صفراء كده يبقى برده اليرودوتس تنفع في الجينيتيك الوبيشيا طب في مثال تاني خالص قال لك ممكن اليرودوتس دي ما تكونش سيبر ده تكون كيراتين مين فاكر المرض اسمه ديسكويد لوبس؟ قال لك ديسكويد لوبس في الكلينيكال وفي الباثولوجي دي حاجه اسمها فوليكولار بلادي على فكره انا بقول امثله لو انت يعني مش من هنا خالص انت اكيد تبقى عارفها لسه ما خدناش الامراض بتاعتنا فوليكولايتس دي كلبان سكولا دي سكيسان ما قلناش حاجه لسه انا بقول الاسامي اللي هي بتاعت السنه اولى حتى فكلكم عارفين في حاجه اسمها فوليكولار بلادي ان الفوليك اللي بتبقى دايليتد وفيلد وزي وسكيرت طب انا حاجه ابص على حاله ديسكويد هلاقي الفوليك الدايليتد ومليانه كيراتين يبقى لونه اصفر برضه فتلاقي في اللجنة يقول لك ايه ايه الاسباب اليورودوتس كله ايه اليورودوتس كله اليورودوتس ببساطه كده في الاول الفوليك الفاضيه او دايليتد واتملت حاجه من اثنين ها بالعقل كده انت ما اتملتش فلوس ما اتملتش ذهب ما اتملتش الماس كله هتعمل ايه يعني ما هي سيبم يا عين علي يقول لك خد بالك بقى طب فكر بالعقل كده اشهر مثال الالوبيشيا اريا ليه يا دكتور مفيش شعرايه كده كده طب ايه المثال الثاني انا بقول لك ايه عشان الشعرايه خفتني سيبي هل الوضع دي كده مرتب الشعرايه خفيفه وطالما خفيفه يبقى ايه السيبم هيتراكم حتى من انا بقوله انا قصدي عايز اقول لك حاجه المفروض ولا احفظ ولا كلمه يبقى كله مفهوم فاهم انت اللي انا بقوله ده اصل في ناس تقعد كده مثلا ايه تحت شجره كده على الترع انا ذاكر المسكوم النهارده يولودوس يا باشا بعد كده بلاك دوس تقعد كده يعني وتروح تشوف بعض لان كله داخل في بعضه فعليا بس على شويه رواقه كده يولودوس عرفني يعني طيب بلاش ده وده في صور انا دايما بعمل صور عشان انت لو بتعرف تقرا كويس يعني مين يبص على الصوره اللي هي ايه قصادك على طول صح؟ مين يبص على الصورتين اللي فوق؟ في مثلا صوره تقول لك ايه؟ يلو دوتس بين قوسين كيراتوتيك فمرض اسمه ديسكويد لوبس. مين بقى فهم اللغه دي دلوقتي؟ كيراتوتيك يعني مليانه ايه؟ ما هوش ايه؟ ما هوش سي. وبين قوسين كده بالمرض اسمه ايه المرض يعني؟ اسمه ديسكويد لوبس. طب مين يفسرها؟ يقول لك هناك في فوليكولار دايليشن وفين؟ طب بص اللي جنبها على طول اللي جنبها على طول يلو دوتس برضه بس بص هو راسم لك فوليك صغنططه وطالعه منها شعرايه رفيعه حد شايف اللي انا بقوله ده وان انا بكلم نفسي باينه جدا وبعدين بص السبيشال جلاند كبيره هي مش كبيره ولا حاجه هي بالنسبه للفوليك الصغيره دي هي نسبيا تبان انها ايه كبيره جدا صح فالسيبم يبدا يتراكم شايفين السيبم متراكم وفي قلبه الشعرايه الخفيفه دي انت تيجي تبص في التلموسكوب هتلاقي نقطة صفرة بقى كله دي بتاعت الـ AGA عارف بقى لو حد شاطر ونبيل كده هديك عرفت حاجتين في الـ AGA مش شاطر يقولهم كله أو ثلاث حاجات كله في فيبرا سيل كتير والهير شافت ديامتر بلا بنا بقى بس يعني يا ابني يعني مش شبه بعض وكمان يا دكتور في يوردوس عشان ايه كده كده بس المفروض في الاخر هتوصل لمستوى انت فاهم الكلام ده ولا حافظ ولا بتاع وتروح لهم الصبح بشبشب صباع ولا البيجامه ولا يهمك خالص ولا بتيجي تقول انت عايز ايه؟ عايز المسكوب بتاع ايه؟ ولا بتاع الكوليكولوجيستور فلكابس مثلا كلها دي معرفهاش دي لسه ما كتبتهاش لكن مثلا قال لك حاجه معقوله كده نقدر ايه نتكلم مع بعض مفهوم؟ طيب الصوره دي حاجه حلوه كمان هو جايب شعرايه رفيعه وشعرايه نص نص شويه وشعرايه فين؟ هو عايز يقول لك كمان ان الحاله دي ايه؟ فهمتوا؟ ايه؟ يلا خلي العيال تلعب بقى، أنا قصدي فاهمة الدنيا يعني إيه موجودة كده، حد فاهم اللي أنا بقوله؟ يبقى نقول إيه؟ إحنا بنعمل إيه أولاً في التريكوسكوب؟ نبص على الهير شاف، نعلق على حجمه التيرمينال ولا فيلاس شبه بعض ولا لأ؟ ونطلع من هنا أمراض. بعدين نروح باصص على الثاني. طب الفوليك لو مش موجود يعني متليفة، عارف يسموها إيه ساعتها؟ وايت دوتس. احنا اتفقنا اتفاق بنقول كلمه دوتس
وايت دوس يعني ايه الابيض اللي هنا بقى فاهمين والفايت دوس ده يبقى انت دخلت في السكه دي على طول سكه فيشال انا مش مين يبص على الصوره اللي تحت على طول يقول لك وايت دوت فايبروتيك شوف هو ايه انت شايف من فوق على سطح الجلد دوائر بيضاء لكن لو بصيت تحت مفيش فوليكل اصلا الفوليكل بقى في سكار تيشو حد فاهم حاجه هنا بقى اللي انت شايفه دي النقطه اللي هي بتاعه الفايبرس استلام بكلها يبقى دلوقتي هتلاقي بقى في الكتب كده يقول لك وايت دوتس يبقى ايه على طول يلو دوتس سيبم كيراتين كذا 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 طب اقول لك مثال ايه ممكن الناس تبص لي هنا انا ممكن في حاله الالوبيشيا جاتا تبدا الشعريه تنمو الحاله دي صح هتنمو ازاي من تحت لفوق انا كان عندي فوليكل عميقه كده والشعريه عماله تطلع 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 بص مين يركز معايا في الصوره دي اهو ادي الفوليكل دي ما كانش فيها شعريه خالص كانت مليانه ايه سيبم كيراتين وعامله حاجه اسمها يلو ايه هتبدا تنمو من تحت تنمو 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 اول ما توصل للسيرفس وبعدين تطلع طبعا لو طلعت انت هتبص بعينك تلاقي هير في شافت وكل ده كده كده لكن في المرحله دي ممكن تلاقي ايه على سطح الجلد عارف هتشوف ايه هتشوف نقطه سوداء هتشوف نقطه سوداء خدتها قلت له لك بلاك دوت قول له ايه بلاك دوت دي قول له ولا حاجه ده ليه جروينج ايه او يعني ات ذا سيرفس اوف ذا سكين مفهوم اللي انا بقوله او ممكن زي ما خدنا اثنين يا جميل صح لما الشعريه تقع على السيرف تعمل برضو بلاك إيه؟ يبقى بص انا عايز اوصل قولي لك ها هتنطق لا انطق انت يا بتقول لك ايه ما قريتش ما لحقتش طب قالت ايه كده صغيره يعني او انا ما سمعتش طب اسمع كده اللي انا بقوله ده يبقى انا دلوقتي في مصطلح جديد اسمه بوكس انا برضو جمعتهم لك اي واحد ذكي ما يحفظهمش دلوقتي انت بس تفهم الفكره لك الدوتس البيضاء والله دي طيبه دي الدوتس الصفراء والله دي عندها انيميا صح الدوتس الحمراء دي فيها انفلاميشن فبرضه دايلاتيشن يعني بعدين يقول لك ايه مثلا بلاك دوتس تري جروينج او حاجه على السيرفس بص شوف انا قلت شوف انا بتكلم الكلام الهوزي ده يا ابني اصبر لسه ما قلتش حاجه انا على فكره في الجدول ده جمعت كل اللي هتاخده بعد كده عشان لما تيجي تذاكر مره ثانيه كانك ايه بتراجع بس انا مش هشرح ولا كلمه من دول بس بديك الفكره انا ممكن مثال واحد بس لكن في حاجات ثانيه خدت برايد نهير وحزن اصبر مش عارف ولا ركز ازاي ما حدش يقرا الجدول ده دلوقتي يا رايك واضحه الصيغه دي؟ ما حدش يقرا الجدول ده دلوقتي مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب انا كده فاضل لي ايه؟ مين متابع معايا احنا خدنا ايه؟ انا هبص رقم واحد على هيد شات وعلق بكام كلمه؟ وعلق على الفوليكل اوبننج اللي هي بقت مخ دلوقتي بقى لغه اسمها ايه؟ واقول كام كلمه؟ بعدين فاضل لي البيري فوليكولار ايه؟ سكين برضه بعدين نفهم قبل ما نقعد نعمل بص المقصود بالبيري فوليكولار سكين ان انا ايه؟ هبدا ابص على الجلد لحسن الاقي علامه العلامه دي تساعدني في تشخيص مرض صح؟ امراض الجلد سواء بقى ديسكوبلاست سورايسز انزيما مش عارف ايه هتاثر على السكين نفسه طب انا هشوف ايه بقى بص انا عايز اريح ارتب لك دماغك البيري فوليكولار سكين بندور على حاجتين رئيسيتين ايه هما الحاجتين دول سكيل يعني في قشره ولا لا والبيجمنتيشن يعني في هايبر هايبو احمر اخضر الالوان دي انا حوالي الفل تبص على حاجتين مش هقول لهم في قشره ولا لا وبعد شويه بقى ايه خصائص القشره دي صح واشوف في لون متغير ولا لا مفهوم طيب هقول لك مثال بسيط جدا جدا يعني مثلا انا لما ابدا ابص على القشره خدنا زمان ازاي بنوصف القشره هي بيضه مثلا اصل الابيض ده مثلا سؤال السيرس لايكين كلام ده كله ديسكويد الصفرة دي هحسب ولا ايه هسيب مثلا اشوفها مثلا كبيره ولا صغيره اترت ولا لا في حاجه غريبه جدا في بعض القشره احيانا نحطها مع بعض تعمل حاجه اسمها كاست يعني ايه كاست؟ انها بتغلي في الشعرايه هنشوف الكلام ده حالا بس يعني مع امراض يعني تلاقي الشعرايه عامله كده تلاقي في قشره على مين؟ على الجلد والقشره طالعه
مع الشعرين اللي فيها من تحت كده دي اسمها هير كاست. يا سلام بقى على الكلمه دي بيحبوها قوي. اول ما يشوفني لازم تعطي اللايك اللايك برافو باي جايز مثلا. فاهمين اللي انا بقوله؟ يبقى انا ببص على اي حاجه في الجلد اللي حواليا في قشره ولا ما فيش. والموضوع مش كده بس يا فوشي، اشوف القشره دي قشره سمك ولا قشره دي بالظبط صح؟ اشوف القشره دي عامله كسر ولا بتتكون زي كده. طبعا يعني ابص رجلك انا كاتب هنا امثله برضه ما حدش يقعد يحفظ فيها دلوقتي ولا يقرا فيها دلوقتي. اصل انا ممكن الاقي ديفيوز سكيل يعني السكالب كله فيه قشره يبقى ده ايه مثلا سوريسوس وهكذا. فمين اللي انا بقوله؟ ايه العنصر الثاني اللي بشوفه حوالين الجلد؟ هل انت بيجمنتري تشينجز؟ هل في هايبر بيجمنتيشن؟ هايبر بيجمنتيشن؟ ارسيمه؟ طبعا كل حاجه ليها معنى. اصل هايبر بيجمنتيشن ده مثلا في اللايك كلنا عارفين في ايه؟ لما المرض يخف خالص يعمل حاجه اسمها بيجمنتري ايه؟ تلاقي الدرمس مليان ميلانين. وده ما قلنا زمان هي دي مشكله اللايكن الازليه اللي بتسيب لون الكلام ده كله. فانتوا بدات ايه؟ كام حاجه؟ الشافت نفسه والدوتس والبريكوليكت باسكت ولا الجلد اللي حواليه في قشره ولا في لون مثلا. ايه الحاجه الرابعه؟ ريزولفس سيمبلاس بيسك. طبعا انا جايب امثله وقلنا رجاء شخصي. الناس تستنى شويه على الامثله دي. طبعا البلاد فيزل بصوا يا شباب بتوع بقى التلسكوب بقى موجز البلاد فيزل بقى حاجه اسمها باتل كل يوم بتبقى ما البلاد فيزل حاجه لينير كده وقع كله لقى لينير بتبقى نوع صغيره. مين بص على الباتل ده؟ كان باتل ده حوالي 18 صوره صح؟ وفي اكتر من كده في حته باتل. هتلاقي مثلا بتوع الترايكوسكوب ولا التلسكوب بشكل عام. على فكره الفيزل مهم قلنا في ايه؟ وكل الكلامات اللي مالكنا كل حاجه يقول لك بص 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 ممكن تبصين هنا بلاد فيزل صغيره نقط كده يقول لك دوتس نقط. بص 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 عامله كده يقول لك هير بين. هير بين يعني عامله زي ايه؟ زي لسه الشعر ولا بعدين بص يقول لك ايه؟ لينير. بص بص اربرايزنج يعني عندي البرايز يعني متفرعه زي الشجره. طبعا الكلام مكتوب والصور موجوده وكل حاجه. بص رجلك بقى ما بتقعدش في البيت تجيب حفيدك كده تقول له يا ابني سمعني سيبك منهم دلوقتي خالص. انت كل ما تاخد مرض يقول لك المرض ده فيه بدل لكذا. البرايز روتين مع ديسيسي البرايز رفيع مع كذا. انت اصبر تاخد الكلام ده كله بس انت الفكره دلوقتي ايه؟ انا دلوقتي اي تلسكوب في الشعر بين اي تلسكوب يعني ابص على كام حاجه وانا بذاكر اطلع اربع حاجات صح؟ وانا بشوف صوره ببص على اربع حاجات. حد بيسالني اربع هم اربع حاجات مفهوم. انت في الاخر خالص على اخر الشهر تكون فهمت كل حاجه بس انا هديك لك كام مثال عشان ما تحسش ان الموضوع صعب. مفيش حاجه هتحفظها بدون تفسير. الناس اللي كده اللي انا بقوله ده بص ده فيه صرصار موجود في الفولي عشان كذا كذا كذا. ده فيه على ضرب الفولي بيجمنتيشن بسبب كذا كذا كذا. لان فيه لون نسري عشان كذا لون اي حاجه لها تفسير. يبقى انت لمسه مش هتقعد تحفظ. بص بقى في رسمه انا جايبها. الرسمه دي برضه في الاخر خالص. او لو انا بتكلم كلام كده بقى استنى لك ايه مثلا رول اوف ايرموسكوب او الاكتوسكوب ان نورس اوف سكين او هير او الوبيشيا مثلا. كلام عام كده سيب الورقه وتمشي. كل بص انا في ايه ده؟ انا بس هستاذن كده بعد اذنك يعني ورايا مشوار تمشي على طول. بس انا قلت لهم الحاجه عايزه فيها عدد دي فكره عامه. هم بيعملوا حاجات كده في التلسكوب بشكل عام. الحاجات دي مشهور قوي من زمان بيعملوها اسمها ايه الحاجات دي؟ يقول لك الجوريزم. يعني ايه الجوريزم؟ انت هتبص كذا يبقى كذا بعدين تمشي. فاهمين؟ خلاص بص بقى عايز اقول لك حاجه. انا جايب لك الالجوريزم من في كلمه مهمه جدا. اول خطوه في اي الالجوريزم بتاع ترايكوسكوب عارف ايه هي؟ مين بص كده بص على الكوليكولار اوبننج موجوده ولا ضاعت؟ عارف ليه؟
ما لو مش موجوده هي مش موجوده الواي دوتس قول له يبقى انت سبت القشره وبعد كده اكمل في سيتي دي. طب لو هي موجوده الحمد لله يعني هي موجوده يعني اي حاجه بقى يلو دوتس للدوت صح قول له يبقى انت نون ايه. بعدين بعد كده مسنوم عامل ايه هنا سال سؤال طبعا ده برده محدش يحفظه دلوقتي بس انت عارف البتاع ده بعد ما تخلص الشعر كله تيجي تقراه كده لوحدك بتكون فاكر الكلام بس يا سلام تبقى مبسوط قوي تقول ده لازم كل حاجه. بص بص نسقط ليه كل الاوستي بلس وماينس يعني نص يعني مش يعني خلاص فعلا ما فيش بول عارف انت الترجمه في مخك ايه يبقى ده سكار. وساعتها بقى يقول لك ايه طب السكارنج دول هناخده في نوع كذا ريتروفيلك نوع ليمفوسيتك واقعد ادور على الفيتشر بتاع كل حاجه. يعني مثلا اقول لك مثال بس اللايكن برانو بايلاريس ده تبع السكار يا سلام على الميزه بتاعته بيري فوليكولار سكيل عامله مش عارف كاست ما اعرفش خلصنا. طب لو هي الفوليك الموجوده يبقى بعد كده انت مين ايه السكار اقعد اشوف لونها ايه بقى اصفر. طب انا خدت الاصفر في ايه النهارده ممكن يبقى اندروجينيك وممكن يبقى الوبيشيا صح. خلينا المثالين دول بس عشان ما دماغنا ما تروحش. عارف الدكتور انت بتعرف ازاي قول له بص على الهيرشافت لقيتها اصفر والهيرشافت ايه في دايفرسيتي تبقى انت عندك الوبيشيا. لقيتها يلو والهيرشافت مش موجود اصلا او في بلاك دوت او ما اعرفش ايه تبقى انت الوبيشيا اريال. فاهمين الفكره الموضوع مش هيبقى صعب جدا ولا بيتحدد ولا انت ايه تفهمه. انا لقيت كذا يبقى والله في احتمال كذا طيب بعدين هيبقى كم احتمال كذا طب هفرق ازاي كذا لحد ما شوفوا ماشي ازاي لحد ما اوصل للتشخيص. مفهوم محدش يقعد يحفظ كده دلوقتي بس تفهم الفكره. انا برضو عشان اريحك خالص عملت حاجه جميله جدا عملت جدول. عارف الجدول ده جبت لك شويه امراض ليه اشهر 5 6 10 امراض هنقول وجبت لك اهم كلمه في الترايكوسكوب بتاعك على فكره حاجات كتير بس هو عايز حاجه كاركترستيك. حصل مثلا انت ما تجيش تقول لي يا سلام اليورو دوتس دي كاركترستيك هتلاقي في اللبنة القلم على طول تلاقي نفسك خبطت في الحيطه كده قول لي يا اخي يا دكتور في ايه مش كنت تقول لي طبعا ما تقدر كده يعني ليه اليورو دوتس دي اي حاجه الشعريه فاضيه او الفوليك يعني فاضيه او الشعريه ضعيفه هتجمع سيبم وتجمع كيراتين وكل حاجه ده موجوده في 100 حاجه فدي مش كاركترستيك لكن في حاجات بقى كاركترستيك فاهمين. فانا عملت الجدول ده برضو ابص رجلك ما حدش فاهم يقول لي ده انا هحفظه دلوقتي واقعد اسال فيه بقى والله انا هنكد عليه واسال. طب استنى مين اللي بيصفح مين اللي بيصفح بتقعد بتراجع على ايه بقى يبدا لهم جدول كبير كده رهيب والبيبر جميله جدا والبيبر دي مكتوبه تحت عشان هو راجع ايه يجيب البيبر دي كمان فده بقى كان بيبر حلو جدا مجمع الفايندنج كلها بتاعت الترايكوسكوب. لا ومش كده وبس ده يقول لك الفايندنج دي سببها ايه والبان كلينيكال ازاي وباثولوجيكال ازاي هم يعملوا ايه برده ما يقراهاش دلوقتي كل واحد في الاخر خالص قبل اللجنه بربع ساعه كده ابص على الورقه مش هفتكر حاجه طبعا خلاص. حتى من اللي انا بقوله انا كده عملت ايه لو حد مصحح عملت الطريقه من فوق عملت الخطه بتاعتي لكن انا ايه مش هقعد ايه احفظه دلوقتي تاخد مرض افهمك بالظبط ايه السبب كذا المرض الثاني كذا المرض الثالث كذا وايه الكاركترستيك وايه النون سبيسيفيك صح. وبعد كده في الاخر خالص تيجي الحاله تقول له انا هبص على كام حاجه اربع حد عنده مشكله في الحته دي نرجع للصفحه اللي قبلها مين فاكر النهارده قلنا ازاي نيفالويت حاله الوبيشيا مين فاكر هيستوري يعني ايه هيستوري يا دكتور يعني انا بقى عاوز اسال شويه اسئله صح انا مبسوط منه وبعدين اجي افحص ابص لعيني بصه صح وقلنا في حاجات كتير بنبص عليها بس اهم حاجه ايه قلت الموجوده ولا لا وبعدين في ساين اوف ديزيز تاني ولا لا وبعدين اعمل شويه اختبارات كده في العياده قول لا طب كارد حاجات زي ماشي وبعدين مفيش مانع ها اخد بايوبسي لو انا عايز بشروطه ومواصفاته مفيش مانع ابص لايه؟ الميكروسكوب. اخر حاجه خالص ممكن نطلب لابوراتوري انفستيجيشن ممكن ايه؟ يعني ممكن يعمل تحاليل ده مين ده؟ بتاع الوش. ليه بقى يا دكتور؟ بص بقى يا سيدي اولا مش هتقدر نحفظ انا ليه بعمل تحاليل؟ بعمل تحاليل كمان على طول قلت فيه سبب سيستمك قلت ادور عليه. يعني مثلا
انا لسه مبلشتش في السيرفر بتعمل ايه. بقى اروح اكتب بي 3 وبي 4 بي اس اتش. بس لو كنت انا شكيت من الاسم ان هو ايه، هناخد كمان شويه ان الايرن ديفيشنسي انيميا مثلا ممكن تعمل كرونيك تيلوجي فلوب، اروح انا اعمل سيرم ايرن ديفيشنسي ما اعرفش ايه. هناخد كمان شويه مثلا اللي في بعض الامراض الكرونيك مش عارف تي بي ليبروسي ما اعرفش ايه، ممكن تعمل تيلوجي فلوب ومناطب الديفيشنسي بتاعها. طب انا غرض ايه من الصد ده؟ انا بطلب الحاجه اللي انا المفروض شكيت فيها. الناس بتعمل ايه بقى؟ ولا اشك ولا بتاع، تعملي بقى ايه؟ والانفويد وكل حاجه. بس احنا المفروض الكلاسيك ان انت ايه؟ وصلت الحاجه من الهيستوري، من الاكزامينيشن، من الانفستيجيشن اللي قبل كده او التست بتاعتك، فتطلب الحاجه اللي انت عايزها. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ودي اخر خطوه في الايفالويشن بتاع الالوبيشن. مفهوم؟ حد فهم حاجه؟ طيب مين عنده اي سؤال في الحته دي؟ طيب هتلاقي كده في كده ليبر انا حاططهم عشان موضوع ايه الترايكوسكوب ده. فبتوع الدكتوراه هيروحوا يعملوا ايه لما يروحوا؟ ينزلوا الحاجات دي كلها ويشوفوا يعملوا ايه. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟